السلام عليكم بنات، مرحبا بكم في فيديو اليوم ان شاء الله باذن الله مع وصفات يوميه سلوى فلوك. اليوم غادي ندير واحد الكيك اللي خفن زربن، ما غاديش تاخذنا الوقت بزاف صراحه. هاد الكيكه جات في اخر لحظه، يعني في عيد ميلاد بنتي، وبغيت ندير لها شي حاجه وخديت غير داكشي اللي عندي في الدار هو اللي خدمت به. بالنسبه للكيك انا ديك الساعه كان عندي، يعني الا كان عندك مشكل في الفران ولا كان شادك كاع الفران نهائيا، تقدري تخدمي هاد الكيك وبكل روح رياضيه وغتجيك واحد اللذه وزوينه، واحد الكيكه اللي خفيفه وهشه بزاف، وتقدري تخدميها في كيك ديزاين، تقدري تسرعيها باي طريقه، وغنوريك الطريقه كيفاش غتصدق ليا انا وغتجي زوينه بحال مصيبه في الزنقه. الوغ هنا خديت ربعات البيضات دربتهم مع كاس ديال السنيده. بالنسبه للكيك انا ما غاديش نديرها في الفرن، غادي نديرها في الكوكوط. ايه البنات، غادي نديرها في الكوكوط وغتجي لذيذه وغتشوفوا الشكل النهائي ديالها. الو هنا غادي ناخذ ربعه ديال البيضات غير صغار وغنزيد عليهم كاس ديال السنيده. غادي ندرب هاد يعني السنيده مع البيض. هنا يعني بالنسبه للمقادير ما غنحتاجش بزاف ديال المقادير، غنحتاج غير ساشيه ديال الفاني، جوج يعني غير خماره وحده، وجوج ديال كوبيل ديال كاكاو داك المر. من احسن خذوا داك الساشي كيكون يعني مر وزوين، تقدر تاخذوا العبر ماشي مشكل، ولكن خاص كاينين بعض يعني الحلويات ما كيكونش داك المر داك الزوين، الكاليتي زوينه. صافي هنا غادي نضرب البيض، غادي ندير العشانة حيت انا ما عنديش الوقت يعني نهائيا اللي غادي نقدر نبقى ندرب على خاطري. دونك هذه جات في غير في الليل، درتها بالزربه واحد المده يعني وجيزه، وصدقات لي زوينه بصراحه، كنت درتها غير تجربه وصدقات لي، قلت علاش لا ما نتشاركهاش معاكم بنات، بي سورتو الناس اللي كيسولوك يقول لك انا ما عنديش الفران وبغيت ندير شي كيكه. دونك هذه هي الفرصه، تقدروا ديروها غير في كوكوط البنات، في كوكوط البنات، في اي كوكوط عندكم استعملوها. هنا صافي غادي نطلع البيض مع السنيده مع الساشيه ديال الفاني، غادي نطلعوها مزيان مزيان حتى ديك البيض. هذا هو السر ديال النجاح ديال لا جينواز، انا غادي غنستعملها بحال جينواز، ولكن غادي ندير لكم فيديو ان شاء الله باذن الله عن طريقه الجينواز، القاعده الاساسيه ديالها ان شاء الله اللي كنستعملوها في اي كيك ديزاين، الكاطو كلاسي، لي كاطو اللي كنستعمل الجينواز اللي القاعده ديالها وحده ما كتغيرش. هنا خديت واحد المعلقه صغيره ديال ساشي فاني، هاد لاغوم دو فاني دو فرانس كتستعملوها البنات، كيعطي واحد الزوينه ديال لاغوم دو فاني. وكناخذ واحد بواطه يعني كبيره، كتبقى عندك مده يعني طويله ما كتخسرش، كديرو غير معلقه صغيره. هنا صافي بعد ما طلعت ليا البيض مع السنيده صافي مع ديك ساشي فاني وديك لاغوم فاني، انا غادي نديرها هنا الشوكولا. دونك اختاريت درت دوك جوج ديال ساشيت هما الاولين، غادي نغرب لهم باش ما يبقاش دوك الحبيبات، يعني غرب لهم البنات هما الاولين. هنا صافي كنحيد داك الباتور، كندير دابا غير بيديا، علاش هذه يعني السر ديالها انها ما ديروش بالباتور. صافي اون فوا يطلع البيض حبسو وديرو يعني اي حاجه يعني نواشف بحال هذا الدقيق سميتو داك الكوبيل او الخماره، غير بيديكم طلعوهم وحاولوا بشويه باش ما تهرسوش داك البيض ديالكم وما كتنجحش لكم لا جينواز ديالكم ما كتطلعش. صافي هنا درت كاس ديال، هنا راه درت كاس و40، حاولوا ديروا كاس على حساب البيض. انا درت بيض صغير، درت كاس ديال الدقيق، غربلتو كيف ما شفتو مزيان على حساب النوعيه عاوتاني ديال الدقيق ديال اللي عندكم، تقدروا ديروا كاس قرب كاس قرب، انا درت هنا غير كاس فقط. صافي هنا بعد ما خلطناها مزيان غادي نزيدو ديك الخماره ديالنا، هنا خماره وحده بالنسبه لربعه البيضات، ما تكتروش. بالنسبه لاجينواز كاول مره ديروها غير في خماره وحده، ما يعني كاول ما تجري ما ديرو خماره، يعني ماما ما كدارش. هنا صافي الكوكوط ديالي انا درتها كوكوط صغيره حيت عندي غير ربعه البيضات، وانا بغيت تكون طالعه ما فيهاش تكون يعني عريضه. صافي غادي نحاول ندير على العافيه ميله البنات، ميله يعني شعله صغيره ما تقش تبان، غادي نديرها عافيه ميله وغنخليها بلا صفاره واحد ربع ساعه، ربع ساعه فقط. اون فوا نحسبو ربع ساعه صافي كنطفيو على الكوكوط ديالنا وكنخليوها واحد 5 دقائق بالحساب البنات، 5 دقائق
وكنحلو عليها. صافي هنا حليت عليها، كنوريكم الطريقه ديال الكيكه كيفاش كتجي. عرفتي راه خفيفه يعني، هذه تاكلوها غير هكا، ديروا عليها غير شوكولا وتاكلوها. انا بالنسبه لي غنستعملها في واحد الكاطو، ما غادي نديرها بواحد الطريقه يعني من جات يعني اختياري كفكره وما خديتش ليا الوقت بزاف. بالنسبه لهنا غادي نوريكم واحد شوكولا صيبته غير في الدار. بالنسبه للشوكولا هذا اختاريت شوكولا غالا، شوكولا غالا راه رخيصه البنات، ما كاينش يعني غالي بزاف، كيدار كيلو 20 درهم. انا خديت غير نص يعني نص كيلو، ودرت عندي هاد المول ديال السيليكون كينفعو بزاف يعني، عندكم مول اللي بغيتو تلقى على الشكل يعني الشكل اللي بغيتو. انا خديت شويه مكسرات اللي بقات عندي يعني، شويه الكركاع شويه اللوز، اي مكسرات عندكم تقدروا ما ديروهمش كاع، ماشي ضروريين. هنا صافي بديت كندير كل وحده هكا، وكنعمر كاع ديك الشوكولا ديالي، ودرت حتى الشوكولا يعني ما عرفتش الفيديو غادي يبان لكم. المهم درت الشوكولا النوار ديال اكبيل. صافي هنايا غادي ندرت معاه شويه ديال اللوز، كان عندي مهرمش. الا كنتو تفرجتو في الفيديو السابق كنت درت واحد الكلاص وبقى لي شويه من اللوز مهرمش، يعني ديك حيت هادي نفس النهار ديال الكلاص. صافي هنا كملت كاع دوك السيليكون اللي عندي، كاع الشوكولا اللي عندي، هنا درت غير نص كيلو يعني، غير نص كيلو كيدير 10 دراهم، رخيص وزوين ودغيا كيدوب. هنا الا بغيتوه زعما ما دارش لكم دابش لكم مزيان، زيدوا شويه الزيت باش كيجي خاطر شويه. هنا خليت الكيكه ديالي كتبرد في الثلاجه، ودرت السيرو. السيرو البنات راه ساهل السيرو، كنديروا غير كاس ديال السنيده، كاس ديال الماء مع نص كاس ديال السنيده. وبالنسبه لنا لا كريم، طلعت لا كريم دي غير واحد نص كيلو يعني نص سترو، نتوما ديروا غير ربع حيت انا بقات شاطط ليا. صافي هنا غادي نديرو هنا خفه نزربنا واحد الكيكه اللي يعني سريعه للغايه، راه نفس النهار كتشوفوا كلشي باقي الشكل، راه كلشي باقي محطوط. صافي هنا درت غير شويه لا كريم ديالي، ضروري ما تفزكو لا جينواز باش كتجيكم فازكه، ما كتجيش يعني ناشفه بحال الخبز، كتجي زوينه فازكه. وصافي درت لا كريم هنايا، عاود درت الطبق الثاني درت هي تنفزكها. صافي انا قطعت هذيك الكيكه على ثلاثه، انتما تقدروا تقطعوها على جوج. قطعت صافي الثالثه، وغادي نزيد عاوتاني نفس الشيء لا كريم ديالنا. هنا ملي غادي ندير لا كريم غادي نحاول ما نديرش اني غندير لا كريم، ولكن غادي ديما نقاد دوك الجناب باش كنبقى غاده على واحد الدائره، وانتما تشوف الشكل النهائي ديالها. انا خديت دوك المكسرات اللي بقاو عندي مع الشوكولا ما كيضيعوش، وخديت واحد شويه بوينو. هنا يعني الطريقه اللي بغيتو يعني، عندكم ما عندكمش حيت هذه درتها غير ديال الدراري الصغار، غير زعما كمفاجاه بنتي يعني اللي بغاو. صافي هنا غادي ناخذ شويه بوينو، هذوك المكسرات اللي عندنا، اي حاجه عندكم هنا غديروه. صافي هنا من بعد صافي يعني غلفت ديك لا كريم ديالي، وغادي نديرها في الفريكو، وغنعاود نخرجها، وغنبقى لي ديك لا كريم ديالي غادي نبقى نديرها. هنا هذا هو الشكل النهائي ديالها بالنسبه لبنتي، ها هو لانيفيرسير ديالها درتو ليها. قلت لها ديك لا فوتو شريتها ب 28 درهم البنات، ولصقت عليها وجات رائعه. بالنسبه للشوكولا ها هما كيجيو زوينين ولذاد، وغير في الدار وما كياخذش لنا الوقت بزاف يعني، على حسابكم الخاطر نتوما ديالكم، خاصكم تكون عندكم الخاطر. صافي هادو ملقطات من الفيديو ديال عيد ميلاد، ان شاء الله يعجبكم الفيديو، وان شاء الله باذن الله غنعطيكم وصفقات اخرى ان شاء الله باذن الله. وشكرا جزيلا على المتابعه.